بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد الذي سوف أشرح فيه تلبية لبعض الأسئلة التي وردتني على قناتي، طريقة لتقليص أو تصغير حجم الفيديو ومن دون يعني التقليص من جودته. فهناك برامج كثيرة، أنا شخصيا أفضل هذا البرنامج الذي سوف أشرحه لكم في هذا الدرس. كل ما عليك فعله هو تحميل هذا الملف المضغوط، سوف تقوم بفك الضغط عليه على ميديا فاير، سوف أضع رابط تحميله دائما أسفل الفيديو. بعد تحميله سوف تجد مجلد بهذا الشكل، تقوم بفتح المجلد. أولا تقوم بتثبيت هذا الكود، يعني تفتح المجلد الأول بهذا الشكل وتقوم بتثبيت هذا الكود على جهازك. تضغط على النكست، اي اكسبت نيكست بالطريقة المعتادية، نيكست نيكست انستال، وسوف يثبت بسرعة كبيرة جدا. تضغط على فينيش، من بعد ذلك ترجع للوراء يعني وتفتح مجلد الاخر، دائما في نفس المجلد الذي قمت بتحميله. نفتح المجلد الاخر ونسحب يعني ايقونة البرنامج الى سطح المكتب. هاته الايقونة احبابي في الله، نقوم بسحبها الى سطح المكتب. بالتالي فهو برنامج محمول كما تشاهد معي، يعني بعد سحبه الى سطح المكتب، اي في كل مرة تريد يعني تصغير حجم الفيديو تقوم بفتح البرنامج عبر الضغط على ايقونته بهذا الشكل، وسوف يفتح معك بهذا الشكل. الحين على اساس تقليص حجم الفيديو، طبعا هذه الخاصية جميلة جدا بالنسبة للإخوان الذين يجدون مشكل في رفع الفيديوهات على اليوتيوب، يأخذ وقت طويل جدا، يستطيعون تصغير حجم الفيديو وسوف يتم تحميل الفيديو على اليوتيوب بسرعة كبيرة. لهذا فتسحبون يعني الفيديو الذي تقومون تريدون يعني تصغير حجمه إلى البرنامج بهذا الشكل. لاحظ معي فقط ظهر عندي في البرنامج، وتضغط على وين بيقول فيديو، تضغط على كومبريسيون كونفيرتير او ما شابه ذلك عليه، تضغط على هذا الاختيار. سوف تظهر لك يعني صفحة بهذا الشكل، تختار الكود هذا الاختيار الاخير الخاص بالكود الذي قمنا بتثبيته قبل قليل، وتضغط على اوكي. بعد الضغط على اوكي تضغط على فايل، وتضغط على ساف اس افي يعني بهذه الصيغة، تضغط عليها بهذا الشكل، وسوف تنبثق لك صفحة يعني على جهازك على أساس يعني أنك تختار المكان الذي تريد حفظ فيه هذا الفيديو بعد تصغير حجمه. لهذا تختار مثلا، في حالتي أختار ديسكتوب أو سطح المكتب، وأضغط أضع مثلا اسم للفيديو مثلا أولى بهذا الشكل، وأضغط مباشرة على الساف. بعد الضغط على الساف سوف يبدأ البرنامج في تحويل أو تصغير حجم الفيديو. سوف يأخذ وقت ليس بكثير على أساس تسريع يعني العملية. إذا وجدت مثلا هذا الأيقونة هنا أو ما شابه ذلك، تقوم بسحبها إلى آخر الخط، وهنا تختار الاختيار الثاني على أساس التسريع. لاحظ معي بعد اختيار الاختيار الثاني سوف يتسرع أو يقوم البرنامج بتصغير يعني حجم الفيديو بسرعة كبيرة جدا. لهذا ننتظر أحبابي في الله لحينما يعني يتم تصغير حجم الفيديو وسوف نشاهد النتيجة. لاحظوا أحبابي في الله بعد انتهاء يعني تصغير حجم الفيديو، فسوف يعني تجده في المكان الذي اخترت حفظه فيه، بحيث أننا سوف نقوم بإغلاق يعني خلاص البرنامج. ولاحظوا مع هذا هو الفيديو الأصلي، وهذا هو الفيديو الذي قمنا بتصغير حجم يعني حجمه إن صح التعبير. علينا الفيديو الأصلي سوف نشاهد يعني حجمه، عمل بروبريداديس، لاحظوا معي 66.5 ميجا بايت، والفيديو الذي قمنا بتصغير حجمه بروبريداديس لاحظوا معي 47.4 ميجا بايت. فالفرق واضح احبابي في الله. لهذا فعند على اساس يعني نشوف ايضا الجوده، اذا كانت يعني قد تم النقص منها فهو هذا الفيديو يعني الاصلي، وهذا الفيديو الذي قمنا بتصغير يعني حجمه. فلاحظوا معي علي سوف اقوم بتشغيله،
لاحظ معي، فالجودة هي على ما هي عليه. أتمنى أن الدرس قد أفاد الإخوة الذين سألوني عن هذه المسألة، بأنه بالرغم أنه في برامج يعني على يعني اليوتيوب تشرح هذه المسألة، ولكن هذا البرنامج أجده أنا شخصيا الأحسن والذي يحافظ بدقة يعني على جودة صورة الفيديو. في الأخير لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا www.igle5.com، وزيارتنا أيضا على صفحتنا على فيسبوك facebook.com/حوالف 981 فول. إلى الملتقى.